كتير من الزوجات لما باجي اتكلم معاهم خصوصا في الاستشارات الخاصة بتقول لي كلمة غريبة جدا، بتبقى بصراحة بالنسبة لي صادمة. ايوة يعني ما هو لازم يعمل كده، او مثلا والله انا يعني حاسة ان هو من واجبه يعمل كده، او فيما معناه الطبيعي ان انا اخد الاشياء دي. مش عايزة اقول ان هو جزء كبير من الاستحقاق، ولكن هي ممكن يكون في عمق الكلام. للأسف أنا مش حاسة بأي طاقة حب لزوجها، أو ممكن تكون بتقول كده لفظا أنا بحبه، بس الـ يعني طريقة تعبيرها عن الحب أو طريقة تقديرها ليه أو استشعارها إنها ليه لازم تبذل عشان زوجها أو تحبه أكتر أو تتعاون معاه أكتر أو تضحي، مش هقولك تضحي، بس ليه هي أصلا لازم تحبه، أو ليه هي لازم تعمل الكلام اللي أنا بقوله ده كله. نقدر نقول الشغف أو الدافع أو الشيء اللي يدفعك إنك تكوني زوجة لطيفة وبتحاولي تبذلي في العلاقة عشانك وعشانه. كل الكلام ده حقيقي. انا عملت الحلقه دي قبل كده بس كانت بطريقه مختلفه، ومش فاكره ساعتها كان الصوت فيه مشكله، فقلت يعني لو الحلقات دي كلها اتحطت في جنب والحلقه دي عدتها للمره المليون لازم تتسمع من كل زوجه وعروسه. بالله عليكم دي من اكتر الحلقات لازم تنتشر عشان ان شاء الله تبقى دافع عن كل زوجه انها تحسن حياتها مع زوجها. بس قبل كل حاجه، لو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت نشترك، نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده، ويلا بينا. طيب قبل ما ابدا كده عايزاكي زي ما بيقولوا تفتحي لي قلبك وعقلك عشان ان شاء الله على اخر الحلقه دي تكوني فعلا حاسه من جواكي مشاعر طيبه جدا لزوجك، تخليكي تقدري تديله اكتر، تقدري تتعاملي معاه بطريقه افضل، تقدري تتحملي صعوبات الحياه اكتر، تقدري تتعبي كل يوم في حياتك عشان نفسك وعشانه. اول معنى ومن اكتر المعاني اللي ممكن تخليكي تحسي بالامتنان والحب للزوج انه قد ايه بذل عشان يكون معاكي في العلاقه دي. مما لا شك فيه كلنا عارفين وشايفين ان الجواز ابدا ما بقاش سهل، زي ما انتم شايفين بقى في متطلبات ماليه صعبه جدا، وحتى لو كانت مش انت بتقولي لا احنا مسهلين له الدنيا وكذا، مهما كانت قليله هي صعبه، صعبه جدا جدا جدا. وفكره ان الراجل يتحمل مسؤوليه ارتباط اسره، يعني ستة هتبقى مسؤوله منه تمام، واولاد بعد كده، وان دول الناس دول لازم ياكلهم ويشربهم ويخلي بالهم منهم ويشتغل عشانهم، وكل ما اوتي من عقل وقلب وكده هيبقى للناس دول. فالمعنى الانساني ده ان الراجل ده بذل عشانك من اول يوم لبس بدله وجيت قدم، انه كده صحي الصبح ولبس بدله ونزل وجالك وقال لك يا عمي انا عايز اطلب ايد بنتك، فباباكي قعد وتشرط، وبعدين قلتوا اتخانقتوا على مش عارفه البوتاجاز، واتخانقتوا على ايه، او كان في مهر او مفيش، يعني في كل الدول. ومهما كان اهلك متساهلين اصلا الراجل في الاخر، يعني حتى سوري يعني لو خدك بشنطه هدومه زي ما بيقولوا، هو هيتحمل مسؤوليتك. يعني فكره ان هو كده خلاص انا شايل واحده على كتفي. فالمعنى ده يعني معنى مش سهل. انت بتقولي طب ما ابويا بيعمل كده، ابوكي بيعمل كده معاكي انت عشان انت بنته، وابوكي بيعمل كده مع امك لانه خد القرار وكان راجل لما اتجوزها فكان قراره. لكن انت ازاي تنتظري من راجل لا بينك ولا بينه لسه لا كريدت ولا صله دم ولا شيء انه يشيلك على ظهره اوكي ويمشي بيكي؟ فانك يعني جزء كبير جدا يعني ظلم كبير جدا لنفسك ثم لزوجك انك تقارني ابوكي بزوجك. زوجك حسن العشره اللي هيخليه يشيلك على ظهره ويشيلك فوق راسه كمان، لكن ابوكي ده لانه هو اللي انجبك انت وحته منه، هو بيشيل حته منه. فخصوصا اللي بتبقى ابوها دلعها قوي بتبقى عندها مشكله كبيره مع زوجها. فعشان كده انت من الظلم انك تحطيهم الاثنين في خانه واحده. لا، بذل زوجك ليكي اصعب بكتير من بذل ابوكي ليكي. فلازم الاول تراعي النقطه دي، وان الانسان ده غير انه هيتحمل مسؤوليه وتحمل المسؤوليه وانه انفق من ماله ووقته واختارك انت وسط نساء الكون اوكي، وجالك وقدم نفسه وعرض نفسه انه يترفض، واحساس الرفض جدا مهين وجدا مؤلم، وضغط على اهله وجابهم، وليكن قصه زواجك، كل ده حصل عشانك. فده يعني تقدير كبير جدا. هتقولي معناه ايه؟ معناه بقى
الفرق الكبير فين؟ الفرق الكبير في الدول التانية. هو انت ما تعرفيش ان في الدول التانية، سوري يعني، ممكن تبقى كل يوم بتنام معاه وبتعمل له وبتطبخ له بوي جيرل فريند، اللي هم انتوا فاكرين ان دي حاجة حلوة، ابو بلاش تعمل له كل ده كده ببلاش، ولا تعب ولا جه ولا قابل ولا راح. ممكن بعد كل ده يقول لها I am not into you، انا مش حاسك، بعد 17 سنة في الثانوية العامة، لا انا مش حاسك، مش حاسك، معلش ام سوري. مجرد تقول له انا عايزه اخلف، مجرد تقول له لا احنا بقى عايزين نبقى في علاقه كوميتد بقى، انت لازم تاخد المسؤوليه كده، هي فابو بلاش. فيعني هو بينجوي كل حاجه، بيستمتع بكل حاجه معاها في العلاقه. هما طبعا بيلبسوها العمه وبيقولوا لها ان دي من الحريه، انت حره، انت حره بقى، انت حره، حريتك بقى، هو مش بيتحكم فيكي، احنا مع بعض عشان فريندز ويز بينيفيتس، احنا مع بعض عشان احنا في علاقه قايمه على المشاعر بس، فانا معاه عشان انا مبسوطه، ولو ما بسطتش هسيبه واروح لغيره. لحد امتى؟ لحد امتى هتروح لغيره يعني؟ يبقى دي اول نقطه. تاني نقطه، ان انتوا علاقاتكم مش قايمه بس، طبعا جزء كبير جدا قايم على الشكل والجمال والانوثه والعلاقه الخاصه وكل ده، بس هي مش قايمه على كده بس. جوزك مش قايم على كده، هو اختار انسانه عندها مشاعر، عندها قلب، عندها عقل، عندها ام لاولاده، وهو مش واخدك ده الاصيل طبعا، ده الراجل اللي هو الايه، متوسط الرجوله الطبيعي اللي عنده اخلاق يعني وشهم يعني، واخدك عشان في بينكم حاجات تتكون كتير، اللي هي الموده والرحمه. فانت لما تبقي ست كبيره وتبقي معاه، بغض النظر يعني، انا مش عايزه اخش في قصص ماساويه تقولي لي اصل هو لما كبر اتجوز، دي احتياجات يعني، ممكن تكون انت فعلا اعرضتي عن العلاقه بغض النظر عن النقطه دي، بس يعني انت مش موقوف جلوسك في حياته بس على الموضوع ده، في حاجات كتير جدا بتتبني. فانت لما تكوني ان شاء الله ست كبيره مثلا او انسانه كبيره، انت كل يعني كل لحظه بتتعبي مع الراجل ده، انت بتبني جسر كبير قوي. الجسر ده غير ان اللحظه المفروض انك مستمتعه بيها، لان انت بتخليها حلوه، لما زي ما بتقولي له كلمه حلوه، هو بيقول لك كلمه حلوه، ربنا بيرضى عنكم. فغير ان اللحظه نفسها بتبقى حلوه، انت بتبني المستقبل. واحنا كبار كده عواجيز، وانت ست عجوزه كده بتجاعيدك بانهياراتك، انتوا في بينكم مشاعر، في بينكم رحله اي مع التقدير والحب والعشره. احنا عندنا الزواج، ست اما بتكبر في العمر، لو هي ست اصيله لو بتحب كل الناس وليها، بيبقى ليها يعني زي ما بيقولوا ليها شعبيه في عيلتها، يعني الجده دي بتسمع كلامها، كله بيحبها، احفادها بيحبوها، جوزها بيقدرها، ست الكل زي ما بيقولوا، مش مبصوص لها، سوري يعني، انت بقيتي مدلدله، انت بقيتي لا في كده بره، في كده، في بيروحوا يشوفوا دار مسنين، بتبقى حاطه كده عامله بوديعه مع البنك. مش في كل الناس، انا عارفه ان هدول، لا على فكره في جدود وفي ماشي، بس الجزء المادي البحت ده زي ما ليه مميزات ليه عيوب. العلاقه الماديه البحته اللي قايمه على لا انت تديني زي ما هاخد النديه اللي بيغرسوها فيكي دي، خديها كامله. في ستات بتبقى عايزه النديه دي وهي صغيره وهي دلوقتي، لكن هي لما تكبر عايزه تاخد بقى الشكل العاطفي الايموشنال، مش هتاخدي الاثنين. انت عشان تاخدي الشكل العاطفي الايموشنال الكلاسيكي، انت محتاجه تبقي كنت تعاملي جوزك زي ما جدتك كانت بتعامل جدك، انت عايزه تتعاملي زيها، بس عايزه تاكتي زي الست المودرن الاجنبيه الحره المنطلقه، اللي لا دي حقوقي، دي واجباتي، انت بتبص لي كده ليه، انت ليه اروح اتحايل عليه عشان يديني حاجه، ليه ادل عليه، ليه اعمل له وهو مزعلني. عايزه كل حاجه قبل ما تدي، تاخد تاخد تاخد. فانتبهي للنقطه دي. الحاجة الثالثة والنقطة الثانية اللي لازم تحبي جوزك عشانها، انه في عامل الندرة. انا اسفة ان اقول الكلام ده، والله انا لا بهين ولا بوجع ولا كذا، بس والله الجواز دلوقتي بقى عملة نادرة، عملة نادرة. انا مش محتاجة اقولك عدد البنات اللي معادين، يا رب وكل البنات اللي عندي في القناة ان شاء الله ربنا يرزقهم يعني ازواج صالحين وييسر لهم الخير حيث كان ويرضيهم به، تمام؟ اذا ربنا ييسر لك، هو في الاخر ابتلاء، جواز ابتلاء وعدم الجواز ابتلاء. الجواز وجوزك متعب ابتلاء، الجواز وجوزك كويس بس اتجوز تاني ابتلاء، الجواز وجوزك وحش واتجوز تاني ابتلاء، الجواز انك ما تتجوزيش خالص، انك تتطلقي وكان هو وحش، ده ابتلاء انه ربنا يكرمك بواحد تاني فبرضه فتحاولي تجتهدي تاني، ده كلهم ابتلاءات مختلفه. وايه، ويبلونكم بالخير والشر فتنه اتصبرون، فهو الخير والشر فتنه، تمام؟ بس هو البلاء ايه يعني؟ امتحان، اختبار. فانت لازم تكوني متفهمه ده. بس حاليا اللي بيوصل لمرحله انك بقى عندك بيت، يعني انت دلوقتي عندك راجل، مش هقول لك واو كويس 60 70% يا ستي، تمام؟ بتحاولي معاه، اوكي؟ عندك ولاد، عندك بيت امن، عندك ولادك، عندك بيتك، عندك زوجك، والله 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 دي في عصرنا ده نعمه. لو كل يوم بتصلي بس ركعتين شكر للموضوع ده، يعني اقول لك ايه، واجب من كتر اللي احنا فيه،
قلة الجواز، صعوبة الجواز، ندرة الرجال اللي ممكن تقدر تتجوز، صعوبة التفاصيل، الصعوبات المادية، الصعوبات الاجتماعية، الفرق اللي دلوقتي بقت كل واحد عشان تقول له انا دارسة كذا وانت دارس، لما بيوصلوا سوري يعني الستيج ان هم خلاص بقوا في بيت واحد، ده بيكون خلاص نفسه متقطع. فانتي ربنا اصطفاكي ده اصطفاء دلوقتي، يعني يقول لك ادي ابو الجواز واللي قالوا عليه ما احنا كنا حلوين. طب ما ترجعي يا حبيبتي حره ومش عارفه ايه، هي بتقول كده بس ايه، عارفين غازية عين، هي مش عايزه تقول انا ورايا حاجات، انا لازم ابقى قد المسؤوليه. اتقي الله في نفسك، اتقي الله ان انت تحافظي على جمالك، انك تبقى جسمك حلو. لا اصل هو مش بيدلعني قوي، هو كمان بقى يعني انا هخس له. لا خسي لنفسك حبيبتي، انت ما زلتي انت زوجه، يبقى انثى، يبقى لازم تكوني اجمل انثى منك، جزء عشانك وعشان صحتك وعشان ربنا موفر لك الاسباب اللي تخليكي حلوه، وتلاقي تتطلق تعمل دايت وتشد وتنفخ. طب ما كنتي نفختي وشديتي وانتي متجوزه، ايه لازمته بقى؟ لا اصل هو سابني فانا هثبت له ان انا محصلته. كنتي اثبتي له وهو معاكي، دي مشكله التعلق، هي تقعد تنكد عليه. طب كنتي الوقت بدل ما انت عماله تنكدي عليه وتطلعي عينه كنتي سبتيه ورحتي الجيم. يا ستي ما تلزقيش فيه، انا مش عايزاكي تلزقي مع جوزك، انا عايزاكي تقعدي 8 ساعات مختفيه عنه، تعملي 1000 حاجه في الدنيا، بس لما بتقعدي معاه ساعتين ثلاثه ماري مونرو. ليه؟ لان انت شغاله على نفسك. الست مشكلتها ان هي مجرد بتتجوز حققت تارجت، بتحطه هو في الحته بتاعت التيكن فور جرانتد، هو خلاص هو امر مسلم فيه، زيه زي اكل الشرب، كانه من املاكها، كانها اشترت فستان وحطته في الدولاب، تكاثرت انجبت خلاص كده. انا بقى هخس ليه؟ ما احنا لبسنا فستان الفرح وبتاع، وهيعمل ايه يعني؟ مش كفايه بطبخ له هبقى حلوه بالليل وخدامه الصبح؟ انت عقلك بيصور لك ده، الشيطان بيصور لك ده، انت مش خدامه الصبح، انت اخترتي يا ستي انت بتحبي الاكل. لو انت يا ستي مستثقله الطبخ بتاع، شوفي حلول وسط، كلمي معاه بهدوء، قولي له طب ايه رايك، تحبي مثلا نعمل اكله حلوه ولا بالليل نقعد قاعده؟ هو هيختار، هيقول لك لا يا ستي نقعد قاعده حلوه وانا هساعدك في الاكل. يعني بيقول لك اذا جالك الخصب اعمله بجميله، يعني انت بذكائك كده توجهيه في الحته اللي انت عايزاها، بذكاء بدون عند، بدون لا هو انت عايزني كذا وكذا وكذا ليه هي في حته نديه اتكونت من الفيمينست، من اللي هما عمالين يحشوك انك تستحقي وتعملي. طب يا ستي كلنا نستحق كل شيء، يا ستي انا استحق ابقى ملكه، انا شايفه كده. طب وبعدين؟ ما كل واحد بقى يقول بقى يستحق ايه، احنا لينا المتاح، انت بتاخدي المتاح وبتجملي بيه. في ناس بيوتها ابسط من البساطه، بس هي عايزه بيوتها حلوه، بتجيب اقول لك ايه، شويه خوص وشويه قش وشويه ورد مجفف وتحطه في طاوله، وتجيب مش عارفه ايه، وتجيب مفرش وتقصه على شكل قلب، وتجيب مش عارفه ايه، وتجيب زيوت طبيعيه وتبخرها تخلي الريحه حلوه، وتجيب مواد عشان مش عارفه ايه وتمسح. هي شايفه ان البيت حلو، هي عايزه المكان يبقى حلو بايدها بايدها هي. احنا فينا جزء مش هيبقى بس في الجواز، ما هو الشخص اللي ما بيشتغلش كويس، هو منتظرين. او بقى الفكر التاني اللي احنا ايه، لهم الدنيا ولنا الاخره، فهي مقتنعه ان هي عشان زوجه مؤمنه محجبه محافظه فيلا ندخن بقى في العبايه. لا مش حقك، ربنا ما خلقكيش كده، ربنا لما خلقك حلوه، انت لما اتجوزتي كنت حلوه، انت بتاكلي ايموشنال ايتنج دلوقتي، انت بتفرطي في لعب رياضتك، ما تشغلي على اليوتيوب يا ماما، مش لازم، ما فيش فلوس للجيم، ما دفعلكيش جيم، العبي في البيت، انزلي لفي حوالين البيت، في 1000 اختيار. انت لو عيالك قاعدين كده قدامك كده اوكي، بنتك بترضعيها ومش عارفه ايه، في ستات اصلا يعني انت متخيله ان في رياضات موجوده على الانترنت ازاي تلعبي رياضه وانت شايله بنتك؟ والله العظيم في كده. وفي بقى رياضات اللي هو انت ازاي تحرقي في 30 دقيقه 500 ومش عارفه كام كالوري، يعني اللي هو الستات اللي بتدعي مثلا ان الوقت مش كتير، يعني انا محتاجه احرق كتير وقت كتير، ففي كل حاجه واي حاجه. ف انت عليكي انت يعني ابذلي اقصى شيء في الدنيا، كوني عطاء، اديله مدته، كوني لطيفه، اعطي اعطي اعطي، انت عارفه تعطي لحد 7 مرات وبعدين تنتظري بقى تاخدي، تمام؟ عطيتي 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 وكنتي كويسه واحسنتي واتقيتي الله وحطيتي كل حاجه في كفه، يعني حطيتي ولادك، حطيتي بيتك، حطيتي صرفه عليك، حطيتي ان هو ممكن يكون عصبي شويه بس مثلا ما بيعملش ذنوب كبيره، ما بيشربش، ما بيعملش، حطيتي كل الحاجات دي، فجيتي اسقستيها بالعقل؟ لا والله الراجل ده مش وحش قوي كده، انا بصراحه برضو ايه شويه، هو مش وحش وفي حاجات نواقص، كلنا ناقصين. هو انت شفتي نفسك؟ ده مفيش ست فينا ما عندهاش سيلولايت، مفيش ست هاتولي ست عربيه ما عندهاش خطين و3 جرام ولا يا ستي، مفيش ست ما عندهاش سيلولايت، انت كلنا مفيش ست ما عندهاش سيلولايت عربيه، ده بينزل كده في جيناتنا كده في الباسبور، فكلنا عندنا سيلولايت، كلنا عندنا خطوط بيضاء وخطوط حمراء وخطوط خضراء،
فاحنا لو اتقسنا كده يعني، احنا لو اتقسنا مثلا بالهوتنس، لا في ستات يا ستي احسن مننا بصراحه في العالم من الناحيه الجماليه في حاجات معينه في جسمهم، وفي ستات شعرهم احلى، وفي ستات مش عارفه ايه احلى. هو ربنا وزع الخير ويوزع الجمال. فجوزك اللي مش شايفاه كامل ده، هو انت كامله؟ هو لا كامل ولا انت كامله، بس انتوا ايه بتكملوا حياه بعض، ده الفرق بقى. طبعا افتكري له الايام الحلوه، احنا ستات يعني ما شاء الله علينا بننسى بقى. يعني هو ممكن يكون فعلا يومين دول يا ستي معهوش فلوس قوي، اليومين دول بقى عصبي، بس هو عمره ما كانش كده طول الوقت. يعني انت مش مجمعه مثلا الظروف الماديه، مش مجمعه يا ستي ان في دلوقتي الكون بينهار، مش مجمعه الحروب والمصايب اللي احنا فيها. فهو انسان مضغوط قلقان، فيعني زي بيقولوا ولا تنسوا الفضل بينكم. افتكري له كل شيء حلو عمله، افتكري له كل شيء حلو عمله في حياته، عشان تعرفي تحكمي لما يجي يزعل او يجي يعمل موقف او يكلمك وحش او افتكري له لو هو ساعد اهلك بفلوس او حاجه في موقف صعب، افتكري له لو يا ستي وصل مامتك واخواتك المطار ولا اي حاجه، افتكري له لو كان جاب هديه لحد من عيانين مثلا تبعك. هتقولي لي ما هو ده عادي، ده المفروض ده اهله زي اهله، وانت ما شفتيش في محاكم الاسره الرجاله اللي بتعمل واحد اتنين وتلاته ويفضحها ويقول ويعيد؟ افتكري انه سترك مثلا لو انت لا قدر الله عيتي او مرضتي او افتكري انه في ايام انت كان عندك يا ستي تغيرات هرمونيه وكذا وزعقتي وعدالك، اكيد في مره عداها. اصل اي راجل بصي يعني هو ايه، اي راجل يعني مهما كان وحش هم عندهم كده مبدا بيكبروا راسهم سن عنا، فايه التعديه دي مفيش راجل ما بيعديش، او ممكن يكون دلوقتي ما بيعديش لان هو في الاخر في زي ما بيقولوا كده ايه شفشه، او زي ما بيقولوا شيء كده وعاء انت مليتيه، فانت محتاجه تفضيه. يعني انت محتاجه ايه؟ هو بيقول لك انا مثلا، انا وانت مثلا اصحاب، اوكي انا غلطت في حقك، تخيلي عشان انا تغفري لي الغلطه دي محتاجه اعمل معاكي ايه؟ 7 مواقف كويسين، انت متخيله؟ والرجاله اصلا شياله اكتر، انت مجمعه؟ فانت محتاجه بقى يعني لسه بقى، بس خصوصا لو في فتره انت عارفه نفسك. يعني هي المشكله ان الست برضو ايه، وبعدين انت في عقلك انت مديه لنفسك درجات في حاجات، هو شايف مثلا الدرجات دي حق طبيعيه يعني حته زي الامومه. انت يا ستي اللي مختاره ان ولادك عايزين يطلعوا من الاوائل، انت عايزاهم يطلعوا من اوائل المدرسه، فانت منكده عليه عيشته، حرماه من حقوقه في السرير، وحرماه من انت بس تهتمي بشكلك وجسمك. ليه؟ عشان الولاد عندهم امتحانات. طب هو ماله؟ انت حطاه اخر حاجه، انت حطاه اخر حاجه. لا، الولاد لما يمتحنوا ان شاء الله ويخشوا الجامعه ويتجوزوا هبقى فوق لك بقى في القبر بقى. فانت منين؟ انت اللي عايزه حاجات في الحياه، تضغط على جوزها ان هو يقعد كتير في السفر وانه ما ينزلش اجازات وهي ما تروحلوش وتقعد مع اهلها عشان هي مش قادره تعيش من غيرهم، بس يبعت لها فلوس وتقول لها ويقول لها طب تعالي اقعدي معايا، طب سيبي الولاد وتعالي. لا ما اقدرش، لا الولاد كده هيتعبوا في المدرسه، لا هيحصل لهم مش عارفه ايه، انا قلقان. وهو الراجل ده يموت يعني؟ وتستغربي قوي انه راح اتجوز. طب ما هو انت اخترتي، ما هو انت في حاجات، في معطيات. انا في فرق لما يبقوا الاثنين في وعي في العلاقه، يعني ايه؟ من في صراحه، في كلام، في حب، في علاقه، في حاجه مشتركه، هم عندهم هدف مشترك. انت اختياراتك ان الولاد يطلعوا يعني زي ما بيقولوا احسن ناس في الدنيا، لازم جوزك يبقى معاكي في الهدف ده. لكن لو ده هدفك انت وده مش هدفه، مش بقول لك ان هو بيقول ان ولاده يطحنوا، بس هو انسان واقعي، هو عشان يعيشهم هو محتاج ياكل، فهو بالنسبه له الحب والعاطفه والعلاقه اكل. انت قررتي لا، انا احنا دلوقتي بقى صايمين، تمام؟ اختيارك، ما يدفعش هو معاك الضريبه. محتاجه ايه؟ يا يبقى معاكي في الهدف يا تشيلي الهدف لوحدك، اختيارك، ما حدش قال لك حاجه، يبقى انت هتيجي على نفسك. مش هتحطيه هو رقم 3 و4، هتحطي بقى نفسك بقى رقم 3 و4، انت حره تسهري له بقى ساعتين بالليل، تخشي تاخدي شاور بسرعه وتظبطي نفسك وتحطي مكياج ومش عارف ايه، بس ايه؟ لا اصل انا النهارده اتهلكت مع العيال، ابعد عني. ده ازاي ده؟ فحاجات بقى زي كده. انا عارفه انتم مصدومين، بس انا لما بشوف حاجات في الاستشارات تشيب صراحه يعني. وللاسف كتير من النساء يعني اكبر ماساه ان هي تيكن فور جرانتد. يعني انا لو اقعد اقول تيكن فور جرانتد، من اكتر الحاجات المهمه انك تفهميها شكر نعمه ربنا، ان ربنا من حسن شكر النعمه ان احنا نستخدمها في الخير ونحسن استخدام النعمه. كتير جدا من الزوجات للاسف ما بتفوقش غير في الاخر قوي، في الاخر قوي لما زوجها يرتبط، لما لا قدر الله خلقات بينهم تزيد فهيبقى على وشك الطلاق، لو لقيته بدا يخش مواقع وكذا. مستغربه قوي، تقولي ايه انا بقالي 17 سنه وكنت بتخانق معاه واسيب له البيت 7 8 شهور؟ يعني هو 7 8 شهور دول قاعد في البيت ايه، بيحفظ قران؟ انت سايبه جوزك 7 8 شهور لوحده ليه؟
انت مدركه ان هو يعني انت الوقت ده كده هيقعد كده؟ مفيش راجل يعني يتساب كده، ده انت بذكاء ترجعي وتهزري معاه وتجيبي له هديه، تقولي له ده الشيطان دخل بينا. يعني في طرق على فكره، ما تطلعيش نفسك غلطان دايما. بصي ايه، تقولي له الشيطان، الشيطان ابن اللذينه ده اللي مبهدلنا. وده حقيقي يعني، الشيطان من اهل. افتكري دايما ان كل شيء حلو ليه تمن، تمن كبير قوي قوي قوي. انت بتشوفي مشهد واحد، والله لما تشوفي راجل بيجيب لمراته هديه، لما تشوفي واحد بيجيب لمراته مش عارف، اياكي تعرضي نفسك للحاجات دي وتقارنيها بجوزك، جوزك الشقيان، جوزك التعيه. هو ظروفه غير، حاجته غير، حياته غير. هو انت تعرفيش ان اللي لسانه معسول قوي ده ما بيبقاش معسول معاكي بس؟ هو انت ما تعرفيش ان في ناس دي شغلانتهم هم محتاجين يطلعوا في السوشيال ميديا كابل رومانسي قوي، عشان في شركات تبعت لهم بقى هدايا، خاتم الماس ومش عارفه ايه وايه وايه. انت ليه بتقارني ده؟ هي البيوت اسرار، في هما بيوروك الجزء اللي هما عايزين يوريهولك. فهي تبقي يا بنت الحلال واقعيه وتعرفي ان في تمن. انت لو عايزه جوزك يقوم شايلك كده، محتاجه بقى ان يبقى جسمك رشيق، هتخس يعني يبقى وزنك 50 كيلو عشان يشيلك. فما تطلبيش الشيء بدون تمن، وادفعي التمن قبل ما تقولي انا عايزه كذا. قولي ادفع ايه؟ ايه اللي انا اعمله عشان اخلي الكلام الحلو يطلع مني؟ تحتاجي كتير قوي. وعايزه اقولك ان من اكتر الحاجات اللي عشان يطلع من جوزك كلام حلو، ان انت تقولي له كلام حلو. تعودي على الكلام الحلو، تبعتي له رسائل فيها كلام حلو كل شويه، تبعتي له مش عارفه ايه بخفه كده. هو خلاص، هو انت كل يوم تقولي صباح الخير يا حبيبي، عامل ايه، مش عارفه ايه، ابقى طمني عليك. بس هيجي في يوم ما كتبتيش هو هيبعت. بس الكلام ده بعد ايه؟ بعد سنه، بعد سنه يعني. ده اقل واجب، ان خلاص الاعتياد على الرقي في المعامله دي حاجه معديه. يعني زي ما في الاشياء السلبيه معديه، زي ما الحاجات الايجابيه معديه. فالشكل اللي انت عايزاه في المعامله من الزوج انت بذليه، انت بذليه. لو زوجك ما بيعملش كبائر، لو زوجك بيحترمك، لو زوجك بيحاول، لو زوجك بيذنب ويتوب، لو زوجك كذا، لو زوجك، صدقيني في اللي احنا فيه ده هو كده فزتي ورب الكعبه، فزتي ورب الكعبه. مفيش يعني الوضع والمستوى الرجال وكذا وكذا، ده دلوقتي نعمه. فانت بقى اعلي بيه انت، ده بقى هو عامل زي كده ايه، جايلك زي الايه، العجينه، اعلي بيه، حسني. هو الذكر الذي امامك الذي تحاولي معاه. هتجتهدي بقى، تجتهدي بقى بالفيديوهات اللي فاتت، تجتهدي بالفيديوهات الجايه. بس ده يستحق منك البذل والعطاء. مش هيجي الطويل العريض الحلو الغني الجميل الرومانسي اللي بيجيب هدايا، اللي بيعبر، اللي بيضحك، اللي بيبوس ايدي الصبح، مش هيجي. ولو جه هو عايز حاجه كده برضو ما حصلتش، عايز واحده جسم فظيع، وهو بقى في دماغه كمان تبقى غنيه بقى، شوفي بقى عايزه وجسم فظيع وجميله وشعرها اللي مغطي امبولتها وايه وايه وايه، فين دول؟ ما هو احنا كلنا فينا نواقص، فانت بتفترضي دول. ولو شفتي ده عند حد، والله في سايد في الحياه انت ما تعرفيه، ممكن تكون هي مبتلاء، هي ممكن يكون ده، بس عندها الف ابتلاء تاني في جسمها، في عافيتها، في عيالها، في اهلها زمان، انت ما شفتيش كل حياتها. وبعدين يعني ايه يعني انت يعني سوري، بصي في ورقتك، بصي في ورقتك اللي انت فيه ده معطيات ربنا. انت بصي في ورقتك، ما تبصيش ورقه غيرك، انت ما شفتيش ورقه غيرك كلها. فانت ركزي في اللي معاكي وركزي في نفسك. اكتبوا لي تحت في تعليقات رايكم، وايه تاني برضو للستات المتزوجات لو انتوا عندكم حاجات كده بتقويكم في الحياه، واقترحوا لكم حلقات جايه. ولو عندكم استشاره خاصه الروابط موجوده كلها في صندوق الوصف. واول تعليق، واشوفكم على خير، مع السلامه.